واشنطن ترسل بارجة عسكرية إلى الخليج، وطهران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم بعد اغتيال عالمها النووي محسن فخري زادة. الأعين في الشرق الأوسط تترقب بخوف وحذر أي اشتباك عسكري محتمل بين الخصمين التقليديين، لا سيما بعد طلعات جوية مريبة رصدها ضباط عراقيون في سماء العراق الأسبوع الماضي. هنا في بغداد يتساءل راكب باص جالس بجانب السائق عن الضرر المحتمل إلحاقه بالعراق نتيجة التصعيد الوشيك، فيجيبه السائق: صار بلدنا ملعب قتال، ثم يدعو الله إلى درء الخطر. نحن بصراحة نقولها لن نقبل ولن نسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لصراع دولي أو إقليمي، ولن نقبل بأن يكون القواعد اليوم الموجودة على الأراضي العراقية منطلقة لأي اعتداء على أي دولة كانت، ولن نسمح لأي دولة في أن تتدخل في الشأن العراقي. ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي تحدث ليو تي في شريطة عدم ذكر اسمه، أفاد بأن الجيش لم يتلقى أوامر من القيادات العليا بشأن التعامل مع هكذا اشتباك إن وقع، وأن زملائه من الضباط الكبار والأدنى مرتبة منهم لم يتطرقوا حتى في أحاديثهم الشخصية إلى هذا الموضوع. إذا حدث الاشتباك في السماء فقدرات الجيش العراقي الدفاعية الجوية متواضعة جدا ولا يمكنها التعامل معه، أما على البر فالأمر مستبعد لأن الأمريكيين لا يملكون القوات الكافية لمواجهة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، يقول الضابط، ويرجح في الوقت ذاته استخدام أمريكا إحدى قواعدها في الخليج أو الأردن لتنفيذ أي عمل ضد إيران باعتبار أن هذه القواعد غير معرضة للمخاطر الموجودة في العراق.